سلام سلام، نورت الوريدات الفنات الغزالات ديالي. نتمناكم تكونوا بخير وعلى خير. كي درتو مع سيدنا رمضان؟ كاين شي زميطه، شي شباكيه، شي سلو؟ المهم بالصحه والراحه، وتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال. البنات كيف ما العاده كل نهار قصه جديده كنقولها لكم وكنعاودها لكم، ما متفكاش معكم هذا اليوتيوب. طلعت المشاهده، نزلت المشاهده، ما عنديش المشكل، اللي عليا كنديروا الكمال على صدر ربي. حيت دخلوا عندي بزاف ديال البنات كيسولوني اختي امينه مال المشاهده نقصت لك، علاش القناه ولات بحال هكذا، علاش ما بقاش عندك تفاعل؟ كنقول لهم الله اعلم، الا كان من عند ربي اللهم لك الحمد. كان من عند عبد من عند العبد الله ياخذ الحق. المهم على اي حال انا معاكم ان شاء الله، ما متفكاش باذن الله تعالى قوتي، واللي جاب الله احنا كنقضيو به الغرض. على اي حال غادي ندخلوا في القصه ديالهم مباشره، ولكن ما غاديش ننسى نقول لكم عندكم ما ديروا جيم وكومونتير الا جاتكم على خاطركم، قديتو ما قديتوش ماشي مشكل، هانيه. المهم سمعوا لي القصه ديال اليوم وتوعوا البنات، لانها فيها مجموعه ديال العبر وديال الرسائل. المهم غادي نبدا لكم القصه ديال اليوم على بركه الله ومولاتها. كتقول: السلام عليكم، سميتي نعيمه والعمر ديالي 37 سنه، واليوم البنات جيت نعاود لكم على راجلي. راجلي البنات اللي كنت كنثق فيه ثقه عمياء، غدرني وخلاني حاله فمي في السماء، ما عرفت ما ندير بلا راسو بلاني معاه. المهم غادي نعاود لكم الحكايه ديالي من الاول. انا تزاريت وتربيت غير في العربيه، بنت العربيه قح ابن عن جد، قريت حدني ثالث ابتدائي، حيت راكم عارفين العربيات كيفاش كيكونوا، المدارس كيكونوا بعاد والبنت كيخافوا عليها تقرا. المهم قريت داك شويه وليت كنقلع الحروف كيف ما كيقولوا، وليت خرجت جلست في الدار. صراحه حنا الوالد البنات ما كانش كيخلينا نخرجوا، ولكن كيحوجنا نخدموا الخدمه ديال برا. حنا سته بينا، ثلاثه ديال البنات وثلاثه ديال الولاد، مخلطين شي الكبير شي الصغير. انا تقريبا انا هي الوسطانيه. المهم كاين واحد اخ ديالي واختي ومورا خويا عاد انايا. انا الحمد لله ما خدمتش نهائيا على برا. المهم البنات حنا كاع ما خدمناش على برا، من غير اختي الكبيره خدمت شويه، ولكن من بعد تزوجت، وتزوجت مسكينه كانت صغيره. فاش تزوجت تزوجت غير في العربيه، صراحه تكرفصت مزيان، واخا ما خدمتش مع الوالد بزاف على برا، فاش مشات لدارها خدمات. المهم كيف ما قلت لكم عشت في العربيه وكبرت في العربيه حتى تزوجت، وجاب لي الله ولد الناس من المدينه اللي هو هاد الزوج هذا اللي جيت نعاود لكم عليه. وكنت زوجت صراحه ما تزوجت صغيره كيف ما خواتاتي، كاع خواتاتي تزوجوا، الكبيره والصغيره عليا تزوجوا صغارين، اما انا ما بغيتش نتزوج، وما كانتش عندي ديك الفكره ديال انني نمشي نرمي راسي وصافي، بغيت نتزوج وكنت كنختار. المهم خواتاتي بجوج بهم كانوا تزوجوا غير في العربيه، وانا قلت لهم نكون في جنونكم الا انا نتزوج في العربيه، ما نكذبش عليكم. خطبوني بزاف ديال الناس كاينين في العربيه، ولكن انا ما بغيتش، قلت لهم انا لا غير زواج ديال العربيه ما عندي ما ندير به، انا بغيت المدينه. المهم بقيت هكذاك الحلم ديالي انني نهبط للمدينه نسكن في المدينه، ما كنتش كنحمل شي حاجه سميتها العربيه، واخا الصراحه ما خدمناش بزاف على برا، وكيف ما قلت لكم بالخصوص انايا ما تكرفصت ما والو، كنت كنعاون الوالده ديالي غير في الدار الداخل، نعجن نطيب ندير كل شيء، ولكن باش نخرج نحلب ولا نحطب ولا نسقي ولا نسرح لا نهائيا ما كنتش كندير هاد الحوايج. وحتى خوتي العزارة كانوا كبارين وما كانوش يرضاو خواتاتهم يخرجوا قدام ناس القبيله. المهم بقيت هكذاك عايشه حياتي في امان الله وحفظه، حتى درت في العمر ديالي 20 عام. فهاد الوقيته كانت تزوجت واحد بنت عمتي، وهاد عمتي عرضت على الوالد. حنا من العاده ديالنا ما كنمشيوش نهائيا للافراح والمناسبات، وخصوصا اللي كيكونوا في المدينه. المهم الوالد ديالي في هذه الوقيته هذه ما بغاش وما خلاناش نمشيو، قال لك ما عندكم ما ديروا بشي عزوز تقصوا بحالاتكم، ولكن انا بقيت مصره على انني نهبط نحضر لذاك العرس هذاك. المهم بدينا كنهربوا في الوالد، رغبوا في الاخر ترغب وقال لنا واخا سيروا، ولكن عندكم نهار ونص واجيو بحالاتكم. انا قلت ليه ما عنديش المشكل، المهم انا غير نزق، ملي نزق داك الساعه ماشي شغل فيا. المهم هي هذاك ملي بغينا نمشي وجا واحد خويا عكاز قال لك ما غاديش تمشيو دوزو تجلسوا. قلت ليه عافاك اخويا خلينا نمشي، قال لك ما غاديش تمشيو. المهم بقينا شدي نقطع لك شدي نقطع لك، في الاخر قال لك الا بغيتو تمشيو انا غادي نمشي معاكم. قلت ليه يلاه تمشي معنا حنايا مادا بينا ترافقنا، ولكن بيني وبينكم ما حملتو ما قبلتو يمشي معنا، حيت انا كنت حالفه نمشي لذاك العرس ديال بنت عمتي ونحيح ونشطح فيه، ولكن خويا غادي معنا. مصيبه واش من مصيبه هذه. قلت
اللهم ما يمشي معانا ونمشيو كاملين ولا ما مشيش كاع، المهم نمشي نبرد ديك الدوده اللي فيا. واكيد هو ما غاديش يجلس مع العيالات، واخا غادي يكون العرس يعني فيه الناس كاملين عيالات ورجال، اكيد راه غادي يمشي ناس ولا شي حاجه. ما عندي واحد خويا سبحان الله بحال شي عجوز كينعس في المغرب، هي كيجي من الخدمه متمره كياكل كيصلي كينعس. المهم هي هذيك ملي مشينا لذاك العرس دوزنا النهار الاول، يلا لقينا العروسه غادي دير الحنه. ايوا هنا يا اختي امينه الضياف اش غادي نقول لكم، الداخل اكثر من الخارج. وانا ما نكذبش عليك راني كندبر على راسي، كنقول يا ربي نتلاقى مع شي شيبانيه نعجبها وتديني لولدها. والو يا خواتاتي ما كاينش شي وحده اللي هزت فيها العين، واخا لبست وحيحت ولكن مازال كنبان عروبيه بير، زعما كنبان عروبيه من داك الشيء المعتبر. المهم انا بينت على حداكتي من الاول، قلت لها ميمتي الا عندك شي حاجه فاش نعاونك. قالت لي بنت خويا ماذا بك، هانتي وجدي السواني وديري هادي وديري هادي وديري هادي. ايوا اختكم دارت المزاره وسرحت على الشغل بحال سبحان الله العظيم، ولات فيا مرا ونص. وانا كنقول يا ربي غير تشوفني شي وحده حادقه باش تديني لولدها. ايوا داكشي اللي كان، وهي تشوفني واحد الجره ديال عمتي بدات كتسقسي فيا، قالت لي شكون انت كي كتجي الفلانه؟ قلت لها فلانه راه كتجيني عمتي. قالت لي تبارك الله، والله ما عمرني عرفت بلي عندها بنت خوها تبارك الله بهاد الحداكه. قلت لها واختي خالتي بيني وبين راسي، قلت لها ايوا كون تخطبيني لشي واحد من ولادك. وهي تنطق قالت لي ايوا شتي كانوا عندي ولادي عزاره والله تنزوجك بشي واحد فيهم. قلت لها لا انت ما عندكش الولاد خالتي. قالت لي يا بنيتي كلشي تزوج. قلت لها بالي علاش مضيعه لي وقتي من الصباح قبيله قوليها. المهم القضيه صدقت لي حامضه، ايوا انا عاد هكا كنهضر مع دماغي وهي تقول لي ولكن والله العظيم إيه راه كاينه واحد السيده كنعرفها وقالت لي الا كتعرفي شي بنت هكا معقوله وديال الزواج، ولدي راه باغي يتزوج وراه قال ليها الوالده انت اختاري لي من عندك. قلت لها ربي ربي واش بصح؟ قالت لي والله بنتي راه كاينه واحد السيده وتبارك الله ما فضلت على وجهك راه مخيره وهذه وهذه وهذه. ايوا السيده قد ما انا كنشقى وهي حاضيني، قد ما انا كنسخر وهي حاضيني، والله يا البنات ما لبست ما شطحت ما ردحت، كنت كنسخر بحال التريتور في ديك العرس. المهم دوزنا ثلاث ايام ديال العرس، خويا كيف ما كيقولوا طاح الحك وصبطه. السيد بانت ليه في واحد بنت عمتي، ولكن ماشي داك عمتي اللي حضرنا للعرس ديالها، واحد بنت عمتي وحده اخرى. يوم اللي شافها وعينيه كيغلي واحد اللحظه هو يعيط عليا فلانه، انا حسب لي غادي يقول لي يلاه جمعي قلوعك ويلاه تمشي للعربيه. وانا قلت له خويا ومازال ما انت كتشوف عاد كنعاون عمتي. قال لي لا ما عيطتلكش على هذا الشيء. قلت ليه شنو ياك لاباس؟ قال لي يا كتعرفي عمتك الاخرى فلانه؟ قلت ليه هي الله يا ودي عماماتي شكون ما يعرفهمش ويلي علاش؟ قال لي شوفي هذيك فلانه هذيك واش بنتها؟ قلت لي هي هذيك بنت رجاء. قال لي تبارك الله ما كانش كيحسب لي انتي عندها هاد البنيته هذه. قال لي سولي سولي واش مزوجه واش مخطوبه واش؟ قلت لي خويا ياك لاباس؟ قال لي لا والو بس انت سولي وماشي سوقك. ايوا شنو غادي نقول لكم خويا مسكين تزعطة وحده. صافي مشيت انا عند داك بنت عمتي بقينا كنهضروا انا وياه من هنا لهنا. قلت لها فلانه؟ قالت لي نعم. قلت لها انتي مزوجه مطلقه متصاحبه شنو الاوضاع ديالك؟ قلت لها ويلي واش حماقيتي كيفاش متزوجه متصاحبه؟ ياك ما دبرتي لي على شي راجل. قلت لها دبرت لك على واحد الراجل واخا دوري عليه في التلفازه ديال الدوزي والله ما تلقايه. قلت لها كيفاش؟ قلت لها كيف ما كتسمعي راه كاين واحد الراجل تبارك الله غزال وكيحمق وهذاك ما تختاري من وسط الرجال. قلت لي شكون هو واش كتفلاي معايا؟ قلت لها والله ما كتفلا معاك راه خويا حكا راه شافك وتزعط فيك جيتها من الاخر. قلت لي شكون خوك؟ قلت لها خويا فلانه ويلي. هي الصراحه ما كانتش كتعرفني حتى انا ما كنتش انا وياها ما كناش كنتعرفوا بزاف، كانت جات عندنا ملي كانت صغيره، ولكن فاش مشيت للعرس ديال عمتي دغيا تعرفت على بنات العائله عقلت عليهم، اما خويا ما كتعقلش عليه وتا هو ما كيعرفهاش. قلت لها خويا راه جا معنا من البلاد وها شنو ها شنو وراه هو اللي صيفطني نسول فيك واش مزوجه واش مطلقه واش متصاحبه واش هادي واش هادي. قالت لها شوفي ما مزوجه ما مطلقه ما متصاحبه ما مخطوبه ما حتى شي حاجه، هاد ما دايت ديال الحنه. ايوا خوك يقدر يعطيني جوج مليون في الصدق. قلت لها ويلي على خويا حساب لك خدام في وزاره العدل راه خويا مسكين غير فلاح. قالت لي داك الفلاح الفلوس اللي عندهم ما كايناش عند الوزاره، سيري سيري شوفي خوك على شحال ناس ديال شحال ناس على شحال ديال الفلوس ناعس عليهم وعاد اجي ردي عليا. المهم بقينا كنضحكوا انا وياها. داكشي اللي كان مشيت عند اختي عند عفوا عند خويا قلت لي اسمع بنت عمتك راها ما مزوجه ما مطلقه ما متصاحبه ما حتى شي حاجه، راه جيتها من الاخر وقلت لها خويا مزعوط فيك واش شنو شنو. قال لي مسخوطه واش انا قلت لك شي حاجه؟ علاش مشيتي قلتي لها بحال هكا؟ انا غير سولتك عليها وصافي. قلت له خويا مادام انت سولتي واش مزوجه ما مرتبطاش راه اكيد باغيها وحط عليها العين. قال لي فعلا ولكن ماشي دابا، انا غير تنتبعها بعدا ونشوف واش تصلح ليا ولا ما تصلحليش. قلت لي عندك جوج ديال المليون تصدق؟ قال لي علاش؟ قلت ليه واش عندك اه ولا لا؟ قال لي جوج المليون جيب بها 10 ديال العيالات بيضات وحده نجيبها كحله فابور.
كاويلي العشرة بيضات وحداك حلا فابور، واش متوسط ولا كتسطى عليا؟ قال لي والله ما كنتسطى عليك. قال لي 2 مليون عرفتي شحال تجيب لي انا من مرا؟ قلت لي وراها قالت لك اللي عندك 2 مليون تصدق اجي مرحبا بك. ايوا شنو غادي نقول لكم، دوزنا داك العرس الصراحه بخير وعلى خير، حتى انا ما نسيتش حقي من الشطح والرديح، واخا عاونت عمتي وجمعت معاها نط انا لبس عليا. نعم سيدي، ايوا واش غادي نقول لكم، دوزنا واحد الليله غزاله، حيت داك النهار اللي هضرت معايا داك السيده اللي غدلي كانت عندنا الحفله الكبيره. ايوا السيده فاش جات جابت معاها المره اللي كانت وصاتها على شي عروسه لولدها، انا ما ديت ما جبت وما عرفتهاش، شفت معها السيده ولكن ما ديت ما جبت، قلت زعما ما تقدرش تجيبها معاها لهنا. ايوا شطحت وحيحت ودرت داك المهم ما نقولش لكم، خباري عاودوها التوالا. هي هذيك تجمع صافي، صيفطنا مع العروسه مشينا الحمد لله معاها، دارت المراسم ديالها دوزت الليله ديالها بخير وعلى خير. فاش بغينا نجيو بحالاتنا رغبتني عمتي قالت لبنيتي انا مزوقه فيك جلسي عاونيني، شكون اللي غادي يجمع مع عمتك هاد الروينه؟ والعوينه اللي كانت عندي انا عطيتها وجلس. قلت لها عمتي انا عينيا بجوج ليك، ولكن هانتي كتشوفوا خويا غادي يزير عليا باش نمشيو للبلاد، وراه ما خلاني نجي لهنا غير ب66 كشفه. قالت لي يا خوك ضربيه على حسابي. ايوا قلت لها شوفي عمتي خويا راه رامي العين على بنت عمتي الاخرى، انت غير جبدي له سميتها والسيد راه غادي يبقى يبري غير بوحدو، راه ما عاد يحس براسو تيقول لك غير خليها. ايوا قالت لي شوفي ما تقولي لي شنو غادي ندير، انت سيري سقري وسيري دخلي للكوزينه جمعي الكيسان ومسحي كل حاجه رديها لبلاصتها، انا غادي نهضر معاه. ايوا هي هذيك صبحنا كيف ما كيقولوا ناعسين داك الصباح هذاك حيت بيتين قصاري، هي دارت الوحده هو خويا عيط عليا قال لي يلا فلانه جمعي راسك باش نمشيو. ايوا هي تجرعها مثل لواحد البيت بقات معاه تو 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 تو، والله ما عرفت شنو دار بيناتهم. ايوا هي هذيك وانا نسمعو قال لي وشوفي غادي تجلسي مع عمتي تجمعي معها الروينه من هنا واحد 3 من 4 ايام غادي نجي نلقاك واجده. قلت لي واخا خويا ان شاء الله. ايوا دا الوالده ومشى وخلاني انا مع عمتي. شنو غادي نقول لكم، دوز واحد 4 ايام فعلات تاركه، واخا الصراحه تماره ولكن عزيز عليا الشقه ديال المدينه، الماء موجود، جافي الموجود، سغني كروان موجود، والله العظيم الا كان نموت انا على داك ود التنظيف. المهم غير عطوني الماء وسني كروان وجافي وسير وعطوني التيسع ما تسولوش فيا، كنرد الدار كتشعل. المهم رجعت مع عمتي الحوايج ديال الجيران رديناهم للجيران ديالها، استفناهم كل حاجه ببلاصتها. المهم اللي تبن صبنته واللي نشر نشرته طبيعة الحال ماشي بوحدي، كانت معايا داك بنت عمتي اللي كان حاط عليها خويا، وكانوا بنات العائلة وحدين اخرين، كاينين بنات عمامي، كاينين البنات اللي من العائلة ديال راجل عمتي. المهم حنا كنا شي 5 بينا، تجمعنا على داك الروينة كملناها. ايوا داك النهار التالي اللي عندي مع عمتي وهي تجي داك المرة اللي قلت لكم عليها، وقالت لي بلي هي الجارة ديال عمتي. ايوا جات لقاتني. المهم يلا ساليت دخلت عند عمتي سلمت عليها. ايوا قالت ليها مبروك على بنيتك وان شاء الله يا ربي تسعد في دارها وهادي، وبقات كدعي معاها. ايوا قالت ليها البنت كتمشي كتخلي لامها غير روينه. قالت لها ودي عندك الحق، كون ما كانت بنت خويا مسكينه الله يرضي عليها والله يعطيها حتى هي شي زمان، والله الا كراني حاصله. قالت ليها شكون فيهم؟ قالت لها البنت اللي كانت معاوناني، البنت اللي جات من العربيه. ايوا قالت لها تبارك الله داك البنيته والله ما خلات لي العقل. قالت لي عاودي راني هضرت معاها داكشي علاش جيت دابا. قالت لي علاش؟ قالت لها ودي راه انايا ما كرهتك وكان عندي شي ولد وشي واحد من ولادي باقي بلا زواج كون زوجتها ليه، ولكن راه واحد السيده راه هضرت معايا وقالت لي الا بانت لك شي بنت العربيه هكا بعقلها وحادقه وريهاني، راني باغا نزوج ولدي على يدي، وراه هو اللي قال لي امي الا بانت لك شي بنت الناس انا معاك. ايوا هي هذيك انا هادشي كامل كنسمع فيه. قالت لي عمتي ومدا بك والله. قالت لي مصاب ديرها وديها لدارها. قالت لها والله العظيم الا ما تسخيش تخرجيها من دارك، وهذه هي اللي تستاهل تقول لها سدي الباب وراك. بقاو كيهضروا عليا شويه وما يعيطوا عليا. عيطت عليا عمتي قالت لها بنتي هاد السيده شنو شنو. قلت لها عمتي راه قالت لي في العرس شنو كاين شنو كاين، ولكن انا الصراحه ما ديت ما جبت ديك الهضره. قالت لي لا بنيتي انا ما كانت في لا شي في هاد الهضره، والسيده راه جات وحضرت في العرس وراها شافتك وراها عجبتيها بزاف، ودابا راها صيفطتني وقالت لي فوقاش تكوني مستعده تجي تهضر مع والديك ولا مع عمتك ولا مع من ما كان. قلت لها خالتي الله يدينا في الصواب واللي فيها الخير الله يجيبها. قالت لها بنتي امين. ايوا هي هذيك. قالت لي دابا شنو قلتي؟ قلت لها ودي انا ما عندي ما نقول، المقوله الاولى والاخيره هي ديال خوتي والوالدين، انا مازال تحت يدين والديا ما نقدرش نقول لك شنو كاين. انا لا بقات لي انا ما عنديش مشكل الله يجيب لي السرنا، ولكن والديا خص ضروري نتشاور معاهم. قالت لي وهانت بنيتي طلعي لبلادكم مع. قالت لي عمتي راه لقيتيها كتجمع حوايجها باش غدا في الصباح غادي يجي خويا يديها. قالت لي وسيري لداركم وتشاوري مع احبابك
وباش ما كان ردي على عمتك وعمتك ترد علينا، والوقت اللي تلقاه مناسب حنا غادي نجيو نديرو معاكم الواجب. قلت له وعالي حتى هذا كلام. ايوا هي هذيك، جا خويا الله غدلي في الصباح على بنور هزني داني لقاني واجده. ملي مشيت هدرت مع خويا في الطريق، قلت له خويا شنو كاين شنو كاين؟ قال لي صافي العفريته دبرتي على راسك. قلت له شنو خويا؟ شنو بقى انا ديما تلعب في ديك العروبيه؟ انا ما بغيتش نتزوج في العروبيه، وانا خويا انت كتشوف راني كبرت واش راني صغيره، حيت في ديك الوقيته البنات كانت عندي شي 22 سنه تقريبا. ايوا هي هذيك. قال لي اختي اش غادي نقول لك؟ انت تعرفي انا ما نقول لك لا تزوجي ولا جلسي. بغيتي تزوجي اختي تزوجي، سير الله يسهل عليك. ما بغيتي شيء ضربك وصا وعريضه. قلت له اخويا نشوفو ان شاء الله ويكون خير. هي هذيك حنايا عاد غاديين في الطريق هكا، ويجبد لي الهضره على بنت عمتي الاخرى. قلت له ودي شنو غادي نقول لك؟ انا ما بقيتش هضرت معها في هذا الموضوع، ولكن راه سولتني عليك. قال لي والله. قلت له والله الا سولت عليك. وقالت لي واش كوك بصح باغي تزوج؟ قلت له ولكن ما نعرف انا هذيك بنت عمتي اخويا ما بانتليش فيها. قال لي كيفاش؟ قلت له بنت المدينه وكبره في المدينه والبنت قاريه وواصله وتجي تسكن في العربيه. ما كنظنش انا، انت كتشوف انا في العربيه وراني كنتمنى نعيش في المدينه، هذه تجي من المدينه تجي عندك العربيه ما كنظنش. قال لي وما نعرف ما تعرفيش راه تقدر ديرها. قلت له اخويا ما نعرف. قال لي المهم انتيا هانتي الا تلاقيتي بها مره اخرى عاودي هضري معاها عليا وشوفي شنو تقول. قلت ليه واخا. ايوا صافي هي هذيك. مشيت وصلت لدارنا هضرت مع الوالده على هذاك الموضوع. هضرت مع الوالد قال ليها الا بغات تزوج انا ما عليا غير نزيد لها الخير والاحسان، ما غاديش نحرمها من رزقها. شوفي هي الا بغات تزوج مرحبا، ما بغاتش هي جالسه. المهم عيطت الوالده، عيطوا كانوا عيطوا على عمتي، وكان عيط لها واحد خويا كان عنده التليفون. عطات التليفون الوالده هضرت معاها قالت لها ودي راها شنو ها شنو؟ قال لك خوك الا بغاو دوك الناس يجيو مرحبا بهم. فعلا داك الشيء اللي كان. من بعد سيمانه عيطت لينا عمتي بالرقم ديال خويا قالت لي دوز لي باك. هضرت مع الوالد ديالي قالت لي الناس راهم غادي يجيو ان شاء الله في هاد اليومين. ايوا هي هذيك. وجدنا حنا على حسابهم، ذبحنا الدجاج البلدي، ذبح الوالد مسكين واحد الخروف كان عنده، قال لك حنا نستقبلوا الناس ونكبروا بهم. المهم درنا لهم واحد الاستقبال زوين، جاو. حنا ما كنعرفوش هاد الناس صراحه، انا ما كنعرف الراجل وهو ما كيعرفني، وما سولت عليه ما قلت لا كي داير ولا فاش خدام ولا حتى شي حاجه. مي جاو الصراحه مو بحال قطره ديال العسل. اما واحد باه مسكين غير بكوش، عنده اخته كبيره وعنده اخته صغيره، هو الولد الوحيد اللي بيناتهم. السيد ماشي صغير الصراحه، ما قلت لكم كانت عندي 22 عام، هو داك الوقيته كانت عنده 35 عام. سيد شويه كبير وفايت له الزوج، وهاد النقطه هذه انا اللي ما كنتش عارفاها. ايوا هي هذيك. جات مو وجاو حبابو خاطبين راغبين فيا طالبين ضيف الله، رحبنا بهم استقبلناهم. صافي فاش بداو كيهضروا في التفاصيل هضرت مو هي الاولى قالت لهم ودي انا شنو غادي نقول لكم؟ انا ولي سابق له تزوج وتطلق، تزوج واحد السيده كان كيعرفها وكتعرفو، وزعما تزوجو عن معرفة ماشي زواج زعما تقليدي، وراه ما صدقتلوش وحصل عليها شي ديفو ماشي هو هذاك، وراه طلقها. وملي طلقها ما بغاش يتزوج، ودابا هادي 50 وهو مطلقها عنده معاها وليد. قالت ليهم قالت لينا ولكن راه ما كيشوفها ما كتشوفو، لسانه ديال ولدها راه كيتشدها كل شهر، هو ما كيشوفها ما كتشوفو. فاش كيبغي الولد راه جدو هو اللي كيتكلف وكيجيبو للبا يشوفو ويردو. الاغلبيه ما كيشوفوش بزاف حيت كاين بعيد فواحد المدينه. ايوا المهم شنو غادي نقول لكم؟ قلت هذا دبر راسو، كانت تجربه فاشله. طلق هادي 50 اشنو بيني وبينو انايا كاع، هما كيعاودو وانا كنبلاني في راسي. قالت لك راه تزوج بها حيت كان كيعرفها وهادي، من بعد لقى عليها شي ديفو وهادي، وتا داك الولد شاك بلي واش ولدو ولا ماشي ولدو. المهم روينا بيناتهم، ولكن حنا ما بغينا ندخلو حتى فشي حاجه. حنا اللي كيهمنا هو الحاضر، انه دابا مطلق وما عنده معها حتى شي علاقه. بالنسبه للخدمه فاش خدام كيسوق الرموك وكيمشي به من مدينه لمدينه، يعني دائما السيد مسافر، وهذا هو العيب الوحيد اللي لقيتو في هاد السيد هذا من بعد الزواج. انا جايهكم في التعويذه البنات. ايوا شنو غادي نقول لكم؟ قلت لهم اسيدي توكلوا على الله. انا تشاور معايا الوالد بيني وبينه، قلت له الوالد اللي بان لك انت دابا انت با وانت الكبير وتبارك الله انت اللي غادي تعرف المصلحه ديالي فين كاينه. قال لي بنتي انت كتسمعي الراجل راه قال لك ديجا مزوج ومطلق وعنده الولد، دابا شوفي انت هي اللي كيوسع النظر. قلت لها الوالد زعما الا كان مزوج ومطلق واش زعما ما حقوش يعاود يتزوج؟ قال لي لا من حقه. قلت له الوالد اللي بانت؟ قال لي بنتي انت باينه فيك باغا تزوجي. قلت له واه الوالد الا قسم الله علاش لا، راني كبيره ما رانيش صغيره، راناتي راه تزوجوا ولدوا ما اخواتاتي الكبيره تزوجت ولدت وليداتها الصغيره كذلك، وانا هاني باقا بلا زواج، وخويا الكبير هو وليد تزوج. المهم
قال لي يا بنتي توكلي على الله، صافي قراو الفاتحه، حددوا الموعد اللي غادي نعقدوا به فيه. قالوا لينا بين ما جمعتوا الورق واحد 3 سيمانه ولا 15 يوم نديروا العقد ديالنا. فعلا دوزنا تقريبا 20 يوم عاد درنا العقد. من بعد منا عطوني الصدق ديالي، شريت الحويجات ديالي، مشينا عندهم للدار. تبارك الله الدار قد الطول قد العرض. غادي نسكن مع ما عندهم دار كبيره، عندهم فيها 2 سكنات. قالت لي ما بنتي ما غادي تلقاي معايا حتى شي مشكل، خواتاتو مزوجاتو بديورهم، وهي انا وشيخك. انت شيخك بحال حجرة المحافظه، ما كيتكلم ما كينطق، درويش، وانا ما تلقيش معايا المشكل. ولا عرفتي تعيشي معايا راكي غادي تعيشي اميره. قلت ليها خالتي انا ما عنديش مشكل، بغيت غير نسولك هي فين كانت عايشه فاش كان مزوج بها، يعني هذيك درتي اللي الطليقه ديال زوجي. قالت لي يا ودي راه هي كانت ساكنه معاه في المدينه اللي كاين فيها هو. قلت لها على انا ما غاديش نمشي معاه. قالت لي يا ودي لا، هو راه دابا حاليا كاري غير مع الزوافريه، وراه ما كيستقرش غير في مدينه وحده، راه كل مره كتلقيه في بلاصه، داكشي علاش ما غاديش يصلح لك تمشي معاه. قالت لي في الاول فاش كان مزوج هذه 5 سنين بها كان كيمشي غير من المدينه للمدينه، دابا ولا كيمشي للمدن كاملين. قالت لي انت تبقاي تجلسي معايا وراجلك ملي يجي غادي يجي للدار، والدار كبيره وعريضه وواسعه، علاش تمشي وانتم تزيدوها بالكره؟ قلت لها انا ماشي مشكله، انا غير سولت وصافي. ايوا هي هذيك، عقدنا، ما درنا لا خطابه لا والو الصراحه، ما كبرناهاش، درناها غير بيناتنا. حتى درت العرس ديالي في ظرف 3 شهور، اختكم تزوجات ودارت عرس، هي فعلا تاركه وراحت للدار ديالها مع راجلها. صراحه الراجل شنو غادي نقول لكم، واخا كان كبير عليا شويه ولكن بجون زوين ظريف، ما كيهضر ما كينطق، دري ظريف زعما درويش. كنت هضرت انا وياه على انفراد غير شويه، كنا خرجنا الساحه مورا الدار وبقينا كنهضروا انا وياه. قال لي ودي انا راه مريت بواحد التجربه فاشله، وكنت مزوج بواحد خيتي، وكيفاش كيفاش كيفاش، وراه حصلت عليها شي ديفو. قلت لي شوف انا ما كيهمنيش الماضي اللي فات، انا اللي كيهمني دابا هو الحاضر ديالنا وكيفاش غادي يكون. قال لي لا لا، ما غادي يكون غير خاطرك، وان شاء الله كل شيء غادي يكون في احسن ما يرام. قال لي انا فضلت نتزوج الزواج هذا تقليدي باش ما نطيحش في المشاكل، وانا كوني غير معايا معقوله، وان شاء الله ما عمري يخصك معايا شي خير. قلت لها سيدي المعقول انا هي مولاتو، كنتمناك انت تكون معايا معقول، وانا معاك على الصفه والنيه، ونتعاهدوا انا وياك دابا قدام الله سبحانه وتعالى، انا ما عمرك تشوف عليا شي ديفو. فعلا درنا انا وياه على عهد، وتشبكنا بالاصابع، وقلت لها انا عهد الله ها هو، ما عمرك تشوف عليا شي ديفو، وانت الا خنتيني ولا درتي شي حاجه ورا ظهري راه هاد العهد هذا غادي يخرج فيك ويبين الحقيقه ديالك. قال لي اللهم امين. صافي تعدنا الصفه والنيه، توكلنا على الله، درنا العريس ديالنا، رحت للدار ديالي الصراحه بخير وعلى خير، وما خاصني حتى شي خير، دوزت الطقوس الزوجيه ديالي بحال اي عروسه، كل شيء داز بخير، كل شيء على خير. المهم عشت واحد الايام زوينه مع راجلي، داني سراني، ما خلى فيا بيا حتى شي بلاصه، المهم سيمانه هو غادي جاي بيا. صافي من بعد رجعت الحياه للطبيعه ديالها، رجعت لقيت راسي ساكنه مع ناس غرابين عليا، برانيين عليا، عندهم عادات يعني مختلفه على ديالنا، عندهم الطباع ديالهم مختلفين على الطباع ديالنا، ولكن انا واحد الانسانه اللي دغيا كندخل على الطباع ديال الناس، دغيا زعما دغيا كنوالف. صافي دخلت على الطباع ديالهم، ولفتهم، كنت غاديه على السيستم ديالهم. عقوسي كانت كتحمق عليا، كانت كتقول لي بنتي انا عندي 2 بنات وانت هي الثالثه. المهم دوزت معاهم تقريبا 6 شهور، راجلي في ديك الوقيته كان كيمشي ويجي، مثلا كيغيب 3 ايام ما كيباتها برا الدار، وجوج ليلات كيباتهم في الدار، 2 ليلات كيباتهم عاوتاني على برا، وثلاثة كيباتهم في الدار بحال هكا. يعني هو الخدمه ديالو هي الطريق، ديما شاد الطريق، كيحط السلعه في هذه المدينه صافي ويكمل الطريق ديالو لمدينه اخرى، ولا شدوا العيا مثلا وشدوا الليل يقدر يبات في شي مدينه، ولا غد ليه في الصباح بكري يكمل. كيفرق السلعه للناس اللي خصهم السلعه ديالهم، وعاد كيتم جاي للمدينه ديالنا باش عاوتاني كيعمر السلعه وكيفرقها على المدن. هذه هي الخدمه ديال راجلي. المهم السيد كان كيسافر كيخدم عادي، جالس مع عبوسي، داز الشهر الاول الثاني الثالث، كملت معاهم 6 شهور، لقيت راسي حامله الحمد لله، اموري غاديه بخير وعلى خير. واخا جاني شويه الحمل صعيب والوحم كان جاني خايب، ولكن لقيت عكوسي في يديا مسكينه، كانت اي حاجه كنطلبها ليها كديرها ليا، اي حاجه تشهيتها كتوجدها ليا، والله العظيم ما كانت كتخلي عليا غير اللي جاها بعيد، وخصوصا الويساتي مساكن فاش فوقاش ما كانوا كيجيو عندنا، كانوا كيجيو محملين مجملين، ما كيخليو ما كيجيبوا ليا، وكانوا مهليين فيا، وحتى انا فاش كيجيو عندنا والله العظيم الا كنكبر بهم. نقدروا نقولوا زوجو خوهم وتهناو منه، حيت كانوا هازين له الدبيله، معاه هو خوهم الوحيد والزواج الاول بحال عقدو. صافي السيد خدام على راسو، انا جالسه مع عبوسي، داز العام الاولى
الحمد لله ولدت وليدي بخير وعلى خير، السنة الثانية الثالثة الرابعة، المهم دوزت مع هاد السيد 5 سنين بالتمام والكمال. فهاد الوقيتة هادي غادي تطيح علينا واحد المصيبة من السماء. المهم السيد كيمشي عادي كيجي عادي حتى لواحد الوقيتة، وانا كنحس بالسيد بدل عليا بدل. كنقول هذا الراجل مال، كيقول لي لا عندي غير المشاكل في الخدمه ياك لاباس، لا عندي غير المشاكل في الخدمه، خصوصا ان داك العام هذاك كنسافر لواحد المدينه وكان كيجلس بالشهر بالشهر ونص عاد كيجي حيت ما كانش عنده كيفاش يدير. نقدروا نقولوا كان شاد واحد البلاصه في الجنوب. ايوا كان كيجلس شهر شهر ونص حتى شهرين، بعض المرات كيجلس حتى شهرين ونص 3 شهور عاد كيجي. انا فاش جا عندي وقال لي راه الشركه نقلتني للمدينه والفلانيه، قلت لي ماشي مشكل. داك الوقيته الصراحه كان باغي يديني معاه، وكنت داك الوقيته حامله بنتي، وقال لي الا بغيتي تمشي معايا تسكني معايا تما يلا هي نمشي ونقلبوا على سكينه تما، ما دام نبقى نجلس في الشهرين 3 شهور ما فيها بس تمشي معايا. قلت له ودي انت كتشوف انا راني كنت وحم، وكان جاني الوحم عاوتاني خايب، وهي العكوسي اللي كانت شاده ليا الولد ومقابلاني حتى انا ومقابله الماكله ديالي، وحتى شيخي مسكين داك الوقيته كان مريض. قلت لي انا ما عنديش فين نتحرك دابا، غير سير خدم على راسك حتى نتفك على خير وبخير، وديك الساعه نشوفوا شنو غادي نديروا. ايوا السيد داك الوقيته الصراحه ديما مهموم ديما مهموم، نهضر معاه في التليفون كيبقى ساكت، كنقول ليه مالك، يقول لي لا ما ماليش غير عيان يلا تصبحي على خير، ولا يقول لي يلا بسلامه راني شاد الطريق. المهم السيد ما بقاش كيهضر معايا كيف ما الاول، كنهضر معاه كنلقى بحال مهموم ما عند مالو. فاش كيجي ملي كيجي هو هاز الزر كيزد الهم، يا ربي هاد الراجل مالك، قول لي شنو عندك، الا كان شي مشكل عاودوا ليا. علاش البنات انايا حسيت براجلي تبدل حيت ما كانش معايا هكاك، راجلي بالطبع ديالو واحد الانسان ضحوكي، يجي يلقاني انا طالع لي الدم وضهيميت انا حتى يضحكني ويرسم لي داك الابتسامه في وجهي. ولكن من بعد لقيت السيد بحال ما بقاش كيف ما كان. كنت كنقول ليه ياك ما بقيتيش كتبغيني، كيقول لي علاش كتقولي هاد الهضره، بالعكس كنبغيك وكنحماق عليك. كنقول ليه ولكن مالك معايا، علاش وليتي بحال هكا؟ تصوروا كان شحال هادي فاش كيكون مسافر غير يومين ولا 3 ايام كيغيب عليا، كيجي غادي يسكتلو القلب عليا وكيبغي غير امتى يعنقني ويبقى يفرح بيا. مؤخرا كيغيب عليا شهرين 3 شهور كيجي يلاه كيمد ليا يدو لا سلم عليا بالوجه داك السلام ثقيل. صافي حسيت براسي بلي الراجل ما بقاش كيف ما كان. وانتم عارفين العيالات اي وحده راجلها كيتبدل عليها ولا كتحس به ماشي هو هذاك راه الصراحه كيدخلها الشك. انا صافي دخل لي الشك بلي راجلي عنده شي مشكل، بقيت كنانسيستي عليه مالك مالك هضمر غدا بعدو والو، السيد ما بغى يقول لي مالو، ولكن مو كان عندها الخبر على كل شيء. هي هذيك انا واحد النهار قلت لعقوسي، قلت لعقوسي خالتي، قالت لي نعم، قلت لها خالتي ولدك ما عند مالو. ايوا قالت لي بنيتي شنو غادي يكون مالو، الله يدير له شي تاويل الخير وصافي. قلت لها خالتي واش عارفه شي حاجه انا ما عارفاش؟ قالت لي ودي بنتي شنو غادي نقول لك، راه انت اللي مرتو انت اللي خصك تعرفي شنو عندي نعرف انايا. قلت لها لا خالتي باينه شي حاجه تحت راسك وانت ما باغاش تقولي ليا. قالت لي شوفي بنتي انا واخا نعرف ولا ما نعرفش ما عنديش الحق نقول لك شي حاجه. قلت لها خالتي شوشتيني ودخلتي لي الشك اكثر ملي كان عندي، قولي لي شنو كاين. قالت لي شوفي بنتي انا ما عندي ما نقول لك، هضري مع راجلك هو اللي غادي يقول لك. قلت لها اذا كاينه شي حاجه، بقات غير ساكته شويه وبدات كتبكي بكي شاق. قلت لها خالتي شنو كاين، ياك لاباس، ياك ما فلان مريض، ياك ما عنده شي مشكل، ياك ما هادي. قلت لها ودي بنتي شنو غادي نقول لك، راه داك بنت الحرام، شكون هاد بنت الحرام ومالها؟ قلت لي وخليني نكمل لك. قالت لي هذاك بنت الحرام اللي كان مزوج بها الطليقه ديالو. قلت لها مالها ياك لاباس؟ ايوا قالت لي بنت الحرام ولات تلوات عليه. قلت لها كيفاش مع هذيك طليقته تال من بعد غادي نعرفها انها صحراويه من الجنوب. قالت لي راه عاد تلواتي عليه وهادي وهادي. قلت لها كيفاش؟ ايوا قالت لي شنو غادي نقول لك بنتي راه ما فيها ما يتعاود. قلت لها غير قولي خالتي راكي شوشتيني، قلبي بقى كيضرب على البنات بغى يسكت قلبي. قلت لها قولي لي شنو كاين. قالت لي ايوا السيده راه تلواتي عليه وراها يمكن غلط معاها ودابا راها حامله. اويلي اويلي استغفر الله شنو كتقولي؟ قالت لي هادشي اللي كاين بنتي هو هذا. قلت له هاد الهضره هو جا قالها لك انت وما يقولها ليش انا؟ قالت لي ودي هو ما قال لي شيء. قالت لي راه قالتها لي غير اختو، واختو راه عيطت عليها ديك بنت الحرام قالتها لها. قالت لها خوك راه غلط معايا وكيفاش كيفاش ودابا راني حامله منه، ديروا معايا شي حل باش يرجعني. ايوا شنو غادي نقول لكم البنات، والله العظيم الا طاح عليا الضيم بقيت كنضرب راسي مع الحيط بقوه الفقصه، ما نكذبش عليكم ما بغات تسرد ليا، انا معاه بالنيه هو كان كيغدر فيا بدم بارد. ايوا هي هذيك ما عيطت عليه ما صونيت عليه ما هضرت معاه، تكالميت وخليتها في قلبي خليته حتى جا ما هضرت معاه ما سولته مالك ما حتى شي حاجه.
تلقيته جاي عندي قال لي بغيت نهضر معاك، ما عرفتوش اختو قالت لي قولها لمرتك راه عندها الخبار ولا الله اعلم. المهم قال لي بغيت نهضر معاك، قلت ليه فاش؟ قال لي فواحد الموضوع. قلت ليه اه مرحبا تفضل، اشنو كاينك لاباس؟ قال لي انا ما عندي ما نخبي عليك. قلت ليه شوف انت خبيتي اللي خبيتي وداكشي كامل اللي غادي تجي تعاودو ليا انا راني عارفه بالحرف، انت راك مع طليقتك وعايشين الحبه مع راساتكم وعايشين لاموغ والعشق وجالسين كتفرخوا في الولاد وانا حماره بالودنين وكالضبعه وكالسا كنقول لك مالك حبيبي ومالك راجلي، ياك ما عندك شي مشكل، ياك ماش مريض وانت جالس كتفرخ وتولد ولاد وحدين اخرين. قلت لي ما كتحشمش، واش هذاك وجهك ولا قفاك؟ واش هذا هو العهد اللي عطينا لبعضياتنا؟ ياك الغدار ياك الشماته. المهم بقى كيبكي وكيتحن على ركابي وكيقول لي ها العري لا ما سمحيلي سمحيلي انا راه حكا وهادي وهادي وهادي. انا الصراحه ما عمرني سولتهم طليقتك فين كتسكن اي مدينه، حيت هما كانوا كيقولوا لي ولدو راه ما كيشوفوش الا في الوقت الوقت حيت مرتو كانت في الجنوب. انا ما عمر ما قالوا لي بلي الطليقه ديالو ساكنه في الجنوب. السيد فاش مشى للجنوب الصراحه كنظن انه كان خايف انه يطيح معاها ديك الوقت اللي كان كيقول لي تمشي تسكني معايا وندبروا الكرا وتسكني معايا. هو كان كيقول لي انا قنت بوحدي تما، ولكن كنظن انه كان عارف راسو الا بقى تما بوحدو غادي يرجع مع الطليقه ديالو. صافي ما خليتش فيه بالسبه، بدا كيبكي قال لي دابا شوفي اللي عطى الله عطاه، انا غلطت معاه بالصح ودرت معاه واحد الغلط وانا كنقسم لك فمي بالله الا مره وحده اللي يعني كانت بيني وبينها معاشره من بعد منها حملت مباشره. قال لي وهي دارتها بالعاني باش نرجعها، حيت هي كانت تزوجت مورايا مورا الزواج اللي تزوجنا اللي مورا الطلاق اللي طلقت انا وياه، تزوجت واحد الراجل واحد اخر ومصدق ليهاش وطلقت منه. وكيف ما قالت لي راه ما لقيتش راجل بحالك انت وما عمرني نلقى بحالك. وصافي بقى كيعطيني شي اعذار اللي ما عندهم حتى اساس ولا راس. المهم هي هذيك، انا الصراحه ما بغيتش نسمع عليه وما تيقتش الهضره ديالو نهائيا. قلت له ما عندكش الحق تخونني وما عندكش الحق تغدرني، انا معك بالنيه وعايشه معك بما يرضي الله، علاش مشيتي كتخونني؟ شنو خاصك معايا؟ قال لي انا غير الشيطان وراه قلت لك غير مره واحده وهادي وهادي وهادي. قال لي دابا عوض ما تبقيت له مني خاصك تلقاي معايا الحل. قلت لي شوف اخويا واش اللي شي ياكل الفول شي تنفخو فيه؟ واش تدرتي يا باغي انا نلقى لك الحل؟ اش من حل مثلا؟ نمشي انا نعترف بالولد ونقول لهم راه هذاك ولد راجلي حقا والواد؟ قال لي لا انا هاد السيده ما غاديش نرجعها ولكن ولدي ما غاديش نتخلى عليه. قلت لي ياك؟ قلت لي كون ما كنتيش باغي تتخلى على ولدك النهار الاول ما تطلقاش وما تخليش الولد ما تخليهش عندها وانت لقيتي وحصلتي عليها الديفو. قال لي انا حصلت عليها الديفو لك المحكمه اللي عطاتها الحضانه، وانا داك الساعه ما فتحتش داك الديفو اللي حصلتو عليها بحال طلقنا حبيا وصافي الولد بقى عندها الحضانه عطاتها لها المحكمه ماشي انا. قال لي انا الا كنت خليت على الاول ما غاديش تخلى على الثاني. قلت لي وسيدي يلا نوض سير عقد عليها وتزوج بيها. قال لي لا انا ما غاديش نتزوج بها. قلت لي لا تزوج بها عقد عليها وسير اخويا صرف على ولادك، تبارك الله دابا ولا عندك فريق ديال الكره، ها هو عندك البنت والولد وهي راه ولد معاها الولد ويعلم الله شنو عندها في الكرش، سير اخويا عقد معاها ولكن قبل ما دير هادشي كامل غادي تعطيني براتي وغادي نمشي بحالاتي. المهم السيد دا كيرغب وكيزوق فيا، شو غادي نقول لكم؟ السيدة حاملة يا البنات وهذاك هو شهرها، شهرها السيد ماشي غير شهر ولا شهرين ولا ثلاث شهر، والسيدة داخلة في شهرها وقريبة تولد. السيدة تا كبرت الكرش ديالها وصافي زيروا عليه زيروا عليه خوتها ووالديها وقالوا له رد مرتك ولا شوف كيفاش دير معاها، عاد كيجي جا كيبكي وكيدمع عندي. من بعد شنو غادي نقول لكم؟ حتى لواحد النهار السيد مشى على أساس أنه يخدم، مشى سافر، أنا خلاني مكوية مشوية ما عرفت ما ندير. كان كيقول لي انا غادي نشوف الحل، ما يمكنش انا نبقى هكا. حتى لواحد النهار وانا نلقاه جايبها لي وجاي السيده كرشها على فمها ومدخلها عليا بلا حياه بلا حشمه. قلت ليه واش دابا هذا وجهك ولا قفاك؟ قال لي شوفي عافاك غادي تخليها غير تولد، انا غادي نعقد عليها غير بين ما ولدت غادي نطلقها، ما يمكنش انني نرمي ولدي للسنقه وانا عارفه بلي ولدي. قلت ليه عشرتيها مره وحده وكنت متاكد بلي ولدي؟ قال لي متاكد بلي ولدي.
ايوا هي في الاول جات حانيه راسها وغتصرص وحشمانه وغير كتبكي وقالت لك وحنا غلطنا واش حتى واحد ما يغلط، وانا كيف ما كان الحال راه بيناتنا ولد بالحلال وما سخيناش ببعضياتنا. قلت لها كتقولي يا بوجهك احمر ودمك باد، ماشي حشومه عليكم الغدارين، ما شنو غادي نقول لكم؟ شدتني عجوزي بدات كتهضر معايا بلا هوا، قالت لي بنيتي الله يرضي عليك على وجهي وجه شيخك اللي شداه الموت. الشيخ مسكين ديك الوقيته كان مريض وشاد الفراش كل نهار، كنقولوا صافي ما غاديش تصبح فيه. قالت لي خلي بعدا غير نشوف هاد الحريره شنو ندير بلا شوها بلا فضيحه. سكتي يا البنات، وهذا هو الديفو اللي درت، انني سكت وما درتش على حقي، وجبت الطم وجاب السيده ومشى عقد عليها وعطيته الموافقه بدم بارد غير باش ما توقعش الفتنه في العائله. الوالدين ديالي فاش ساقوا الخبر ما عجبهمش الحال، ولكن قالوا لي تحملي المسؤوليه ديالك، كان عليك تعزي راسك ماشي تدليه. نهار جابها كان عليك تخرجي جيبي ولادك واجي ضربك واسعه وعريضه. ولكن انا الصراحه بقات فيا غير الام ديالو وخواتاتو وباهم اللي كانوا كيرغبوني بالساكن، كيقولوا لي ها العار الا ما غيستري ما استر الله. ايوا صافي خواتاتي، السيد جا صيفطو مشى يخدم، جاب لي كارثه عظمى وجاي عندي كيجري. ايوا هي هذيك تزوج بيها، بقينا تقريبا 15 يوم السيده مشات تولد. فاش ولدت هي البنات ولدت له التوام، ويه اختي امينه السيد ولدت له جوج دكوره وحدين اخرين. ناري ميمتي كحلت بالعمى، اش غادي نقول لكم؟ ما عرفت لا ما نقدم ولا ما نوخر ولا حتى شي حاجه، بقيت غير كنشوف. الصراحه درت معاها في سبيل الله، وقفت معاها، مشيت معاها للطبيب، وقفت معاها، ما خليت ما درت على ودها في سبيل الله. ولكن السيده ملي خرجت من الطبيب وليداتها غير كيتغاوتوا، واش غادي نجريو عليها الشارع؟ كيفاش غادي نديروا لها؟ المهم بين ليله وضحاها لقيت الضره معايا في الدار والده التوام. اش غادي نقول لكم البنات؟ والله العظيم الا جدتني الصفه من راس قلبي، ما عرفت ما ندير. كاع الناس بقاو غير حالين فمهم، ما عرفوا باش تبلاو. الناس اللي عارفين ان السيد كان مزوج بواحد السيده طلقها شحال هادي، والده معاه الولد ما كيعرفوش حتى الناس، العائله ما كتعرفش ولد راجلي. بين عشيه وضحاها فلان عنده 7 مرته ولدت التوام. يا ربي شكون هادي اللي ولدت التوام؟ انا كنت اخواتاتي يلاه ولدت بست شهور. فلان مرحبا بكم، فلان راه مرته ولدت التوام. الناس بقاو كيتسائلوا كيفاش شكون هاد المراه اللي ولدت له التوام، حيت هما فاش جابوها جابوها بالتخبيعيه، وفاش مشات تولد كنا ديناها مع الفجر. فاش خرجت من الطبيب ما ساق لها حتى شي واحد الخبر، حتى فاش درنا اسبوع عاد بداو كيعرضوا للناس اجيو مرت فلان ولدت، اجيو مرت فلان ولدت، اجيو مرت فلان ولدت. فاش جاو عندنا الناس تفاجؤوا باللي انا كنسخر على درتي، شكون هادي اللي ولدت؟ شكون هي فلان عنده غير ولد واحد وولدو راه تزوج ومرتو عاد ولدت؟ راكم عارفين الناس كيقللوا كيكثروا، ويلا طاحت البقره كيقوي الجناوة. ايوا شنو غادي نقول لكم؟ تاني الشهر الاول، الثاني، الثالث، كملت السيده 6 شهور، كملت 7 شهور، كملت 8 شهور، كملت العام، هو ما طلقها وهي ما قالت لي مشي بحالاتي. ايوا من بعد قلت لي ايوا السي فلان مرتك ها انت جبتيها وهي ولدت وهي جابت لك العزاره جوج والثالث كان عندك، ايوا شنو دابا؟ واش ناوي تكمل معاها ولا شنو؟ مع العلم ما كينعس معاها، ما كيمشي عندها، ما كيقرب عندها، كيكون هي معايا انايا الا كانوا كيديروا شي حاجه في الخفاء الله اعلم. ولكن بيني وبينكم كاينه معايا في نفس الدار، هي الصراحه دريويشه، ما كتخبش ما كتنش، اللي قلتها كديرها. ولكن السيده قرقات وحبطت. فاش كنقول لها شنو غادي ديروا كتقول لي خديتي شوفي مع راجلك، انا الا بغى يطلقني ما عنديش مشكل، انا بصح غلطت معاه، ولكن هاد الوليدات ليهم الله، انا الزمشي واخا نسعى بيهم. انا ملي كتقول لي هاد الهضره كتشفيني وكطيح مني النص. وملي كنسولو كيقول لي وخلي الوليدات يكبروا شويه، وهانتي كتشوفي عائلتها قباحين مع، وكيفاش بغيتيني نصيفط انا ولادي يتكرفسوا لي عليهم العائله دمهم، واش بغيتيني نرميهم؟ وهانتي كتشوفي مساكن غيكم يشد اللحم، وانا قلبي كيحن وكيرق. كنقول معليش معليش. ايوا كملت السيده العام الاول، الثاني، الثالث، لقيتها قريبه تكمل معايا العام الخامس وهي مازال معايا. الصراحه ما عمرني ما تناقشت انا وياها، شحال من مره كنزاف عليها كنغوت عليها ما كترتش عليا الهضره. لحد الان الصراحه انا ولدت زدت البنيته الثالثه، يعني دابا عندي وليد وجوج بنيتات، صراحه كتربي معايا كتقابل معايا كلشي، ولكن مازال فيا داك الشمته لداخل. هو الصراحه ما كانش كيعطيها حقها نهائيا، ولكن من بعد ملي لقيت السيده صافي طولت معانا العشره، والوليدات كبروا والخوت كبروا شي مع شي وربوا الولف على بعضياتهم. شيخي مسكين توفى الله يرحمه عليه عجوزي مرضت، هي كتقابل فيها شويه وانا كنقابل فيها شويه، حاليا مسكين كنديروا لها غير ليكوش، هي نهار وانا نهار. من بعد وليت كنقول لراجلي عطيها حقوقها، هي ما عندك ما دير،
كتبقى مراتك. وهذه الحكايه ديال اختي امينه مع درتي اللي مشات 5 سنين ويا غابره في الاخر. السيد مشى جاب ليا كارثه وجا عندي، ودابا البنات اش غادي نقول لكم، انا ما نادماش، ولكن بقات في داك الشمته وداك العهد اللي خان اللي كان بيني وبينه. دائما كنبقى كنفكر كنقول علاش زعما مشى خاني معاه، ديما كنفكروا انه مشى نعس معاه وانا في دار غفلون. هذه اللي ما بغاتش تبرد ليا، وخا الصراحه هي كان قال لي يلقى عليها الديفو بحال فاش رجعت صافي بحال نقولوا دارت عقلها وما بقات لا كتخبش ولا كتنش. السيده قلت لها نعسي نعسي فيقي فيقي، انا اللي كنتسيطر عليها وعاد هي كبيره عليا. وهذا الشيء اللي كاين، وهذه قصتي وحكايتي البنات. نتمنى ان شاء الله تنصحوني، حيت مازال بعض المرات كنحرضوا عليها وكنقول لي خصك تطلقها، فوقاش غادي تطلقها؟ وكيقول لي واصبري شويه دابا نطلقها، ولكن هي ما تمنى حتى شي حاجه. هذه قصتي البنات، شكرا لكم. تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال. شكرا لاختي امينه بزاف بزاف حيت فتحت لي المجال نعاود القصه ديالي ونشاركها مع الاخوات الكريمات. شكرا لكم وبسلامه عليكم. وكيف ما سمعنا كاملين القصه ذات السيده هذه اللي كتكسي في طاط راجلها يخدم، صدق جاب لها مصيبه كحله وجابها لها للدار وجا بلا حشمه بلا حياه. ايوا خويتي هادو هما الرجال ما فيهم الثقه، لا ثقه في ولاد عتيقه يا خويتي. تحيه كبيره لعتيقه، هذا غير تعبير مجازي وصافي، واحد المثل اللي كان نداولو حنايا، مثل شعبي وصافي. فالراجل بطبيعه الحال راه فاش كيكون عايش بوحده راه انسان ما معصومش، راه انسان ما معصومش، انسان راه كيبقى انسان ضعيف ودم ولحم، وخصوصا الراجل فاش كيمشي بعيد وما كيلقاش الماء راه اي فجوه اي فجوه بانت له راه يقدر يدخل منها ويدير داك الشيء اللي ما تقدريش انت وانا نتصوره. فالله يهدي ما خلق، والحمد لله على انها بعدا راه ماشي في الطوع ديالك. فدبر راسها الا ما كانت مثلا ما كتعدى عليك، ما كدير لك حتى شي حاجه اللي ما مزياناش، خليها هي انت ما تصريهاش عليك، المهم خليك في ديك الكاريزما ديالك، ولكن ما تظلميهاش. الحقوق ديالك ديالك والحقوق ديالها ديالها، وما فيها باش ما فيها باس تجمعوا داك الشمل، تجمعوا داك الوليدات، فيها غير الخير والاحسان، كيخدم على وليدات وكيجيب لكم، وتعاونوا على ديك العجوزه مسكينه تربي سبحانه وتعالى يدي الامانه ديالو، ما عرفناش شكون السابق، وكونوا خواتها حتى هي كتهز معاك وهزي معاها، ماشي مشكل ماشي مشكل. راه درتك تثقي فيها اكثر ما تثقي في لوستك وفي كيف ما كيقولوا وفي مرت حماك. فالدره كيف ما كان الحال راه تربي معاك، تقابل معاك، تامنيها على وليداتك، فهمتي؟ ديري فيها الخير باش ديروا فيك حتى هي، وغير ما تصراش كيف ما قلت لك، وما تخليهاش تركب عليك، خليك انت دائما طوب وتكوني رقم واحد، وماشي زعما تسيطري عليها وتقولي لها ارا لا، حتى هي عليك بالاحترام، احترميها وفرضي عليها انها تحترمك. راجلك دائما حتي على انه يعدل بيناتكم، لان العدل هو الله سبحانه وتعالى، وربي سبحانه وتعالى اسمه الحق، فهمتي؟ وهذا الشيء اللي كاين اختي، ما تديري بالك والو، الحمد لله على انها جات قد هكا، جاب الله ما جابلك شي وحده اللي كراها دايرك تحت الصباطه، الحمد لله على انكم متفاهمين، فما فيها باس جمعتي داك الشمل، ما فيها الا الخير. خلي بنادم يهضر، راه شوفي كيف ما درتي مع القوم ديال هذا الوقت، يهضر يهضر يهضر، ما عندك ما غادي ديري. شكرا لك، انا اللي كنشكرك من هذا المنبر، كنشكر كاع الناس اللي كيدوزوا قصصهم معنا لهلا يخطيهم، كنشكر الناس اللي متبعينا في القنوات كاملين. اسمع حكايتي الثانيه وامينه ستوريش، شكرا لكم جميعا، الى ان القاكم دمتم في امان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه تعالى وبركاته.